السلام عليكم متابعين الاسكول الحلوين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم، والنهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا جدا. موضوعنا النهارده عن النشاط اليومي. هو ايه النشاط اليومي؟ وهل دي حاجه مهمه؟ اكيد طبعا. النشاط اليومي هو يومنا كل يوم، ازاي بيمشي وازاي بيمر. طب ما عادي، ما هو كل يوم بيمشي. لا، ما احنا عايزين النشاط اليومي ده نعرفه ونرتبه علشان يومنا يمشي كده يبقى مظبوط جدا، ونستفيد من كل دقيقة او ساعة في اليوم بشكل سليم. تعالوا كده نتعرف على النشاط اليومي لصاحبتنا نور الجميلة. فاكرين نور؟ نور كده بتيجي تقول لنا قصص حلوة، انا شخصيا بقيت بحبها جدا. نور بتقول ايه؟ يرن المنبه كل صباح فاستيقظ، يعني بتصحى من نومها، وارتدي ثيابي ثم أغسل أسناني وشعري. يعني بصحى وبعمل كده زي ما كل واحد فينا كل يوم بيصحى عنده كده إيه، نظام معين بنمشي عليه. بصحى بخش كده أغسل وشي، وبعدين أغسل سناني، وبعدين مثلا أفطر. هي نور بقى هتحكي لنا بتعمل إيه كده كل يوم. طيب يلا يا شطار، نشوف نور بتعمل إيه تاني بعد ما بتغسل سنانها وكمان شعرها. بتقوم جاية بقى إيه، تيتة نور جدتها الجميلة تعمل لها الايه؟ الافطار. تفطر نور: تتركني جدتي احيانا اختار ما ساتناول. يعني اوقات تيتا كده بتقول لها ايه يا نور، تحبي تاكلي ايه النهارده يا حبيبتي؟ فنور طبعا تختار الاكل اللي هي حابه تاكله. اذهب انا واختي الى المدرسه سيرا على الاقدام. تذهب اختي معي الى الفصل. عارفين ان نور واختها بيروحوا مع بعض المدرسه، واختها طبعا هي الكبيره فبتوصلها للفصل. أضع حقيبتي المدرسية، يعني بتحط شنطة المدرسة فين؟ في الديسك بتاعها، وبتقعد بقى تفكر أتساءل عما سأتعلمه. يا ترى هتعلم النهاردة في المدرسة؟ تعالوا نكمل كده نشوف نور بتعمل ايه في بقية يومها. وعندما ينتهي اليوم الدراسي، لما يومي بقى بيخلص أعود إلى المنزل، برجع البيت تاني، أقوم بأداء الواجب المنزلي، بعمل واجبي كويس على طول اول ما اروح، ما اخروش على الايه لحد بقى ما الليل يجي كده والاقي نفسي مش قادر اصلا اعمل، ثم اختار ما افعله بعد ذلك. ايه ده، يعني نور خلصت كل الحاجات المهمه الاول وقعدت بقى تفكر تعمل ايه بعد كده؟ يعني مثلا تعمل ايه؟ مثلا ممكن تقرا، واوقات ممكن تلعب مع اصحابها. طيب تعالوا نشوف نور بتعمل ايه تاني في يومها الجميل. بعد كده بقى في المساء أتناول العشاء مع عائلتي، وبعد العشاء نستعد للذهاب إلى السرير. يعني بيتعشوا كده عشاء جميل ويبتدوا بقى إيه، يجهزوا نفسهم علشان يناموا بدري. طبعا كلكم لازم تناموا بدري. وهي جاية كده تنام، تقرأ لي أمي قصة أنتظر بشوق يوما آخر مثير. بتبقى مستنية اليوم اللي جاي بشوق شديد جدا، يعني فرحانة ومبسوطة وبتقول يا ترى يا ترى هيحصل ايه بكرة تاني. دي كده قصة نور ويوم نور بيمشي ازاي. طبعا حضراتكم كلكم حبايبي الحلوين الشطار هتبعتولنا على صفحة السكول على الفيسبوك يومكم بيمشي ازاي. اوعوا تنسوا ده علامة صح امام الانشطة التي تكون بها خلال يومك. كل واحد فيكم كده يفكر، انا شخصيا مس مريم هتكلم عن نفسي. يلا نشوف اليوم يا ولاد بيكون في كام ساعة؟ في 24 ساعة، في منهم 12 ساعة بيبقوا نهار وكمان 12 ساعة بيبقوا ليل. طيب كل واحد فينا بيعمل حاجات في النهار، وكل واحد فينا برضو بيعمل حاجات بالليل. أنا مثلا هتكلم عن نفسي، أنا بالنهار طبعا بستيقظ بصحى، بس أنا مش بروح المدرسة، أنت طبعا بتروحوا. أتناول فطوري وأمشط شعري أكيد، وكمان بغسل أسناني. طب بالليل أنا بتناول عشائي وكمان بغسل أسناني وأذهب إلى سريري. كل واحد فيكم هيقول لي كده بقى يعمل الصفحة دي ويبعتها لنا زي ما اتفقنا، يقول لي بيعمل إيه في يومه ويومه بيمشي إزاي وبيتم إزاي. يلا كده كمان نحل نشاط. أكمل الرسم البياني باستخدام البيانات التالية. طيب طبعا كلكم شطار وعارفين يعني ايه رسم بياني مش اول مره. هنقرا القصه ونكمل الرسم البياني اللي قدام. القصه بتقول ايه؟ يوجد بفصلنا 14 صديق، اربعه منهم خلال وقت فراغهم يحبون ان يتناولوا الطعام.
تمام، واربعة كمان يحبون القراءة والمذاكرة، وستة كمان بيحبوا اللعب. اللعب ده يعني ترفيه، هو نفسه الترفيه. ممكن اترفه او ارفه عن نفسي باللعب، بالرسم، ممكن بالجري، ممكن باني اتفرج على التلفزيون او العب حتى العاب الفيديو. طيب يلا كده نجمع ونشوف كم واحد بيحب الطعام او بيحب يتناول الطعام في الوقت اللي هو فاضي فيه. قلنا كام؟ 1 2 3 4، يعني 4 بيحبوا الطعام. طيب كم واحد بقى بيذاكر او بيحب المذاكرة؟ قلنا برضو 4. وكم واحد بيحب الترفيه واللعب؟ قلنا 6. طيب تعالوا كده بقى نكمل الرسم البياني بتاعنا. يبقى عندنا اول حاجة الطعام، كم واحد بيحب يتناول الطعام في وقت فراغه؟ قلنا 4. يبقى نلون 4 مربعات. وكم واحد بيحب المذاكرة؟ قلنا برضو 4. يبقى نلون برضو 4 مربعات. وكم واحد بيحب الترفيه واللعب؟ قلنا 6. يبقى نلون 6 مربعات. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. أنا مبسوطة منكم جدا علشان بتركزوا كده معايا وبتخلوا بالكم من الكلام المهم اللي بيتقال. النهاردة اتكلمنا عن النشاط اليومي، بس كده لسه موضوعنا مخلصش، لسه في تمارين في الحلقة الجاية، اوعى تفوته انت وهو. هسيبلك اللابت بتاعه في صندوق الوصف. اشوفكوا على خير، باي.